يقول: هل الكلام في ولي الأمر والطعن فيه وتأنيب الناس عليه هل يعتبر من الخروج عليه أو أن الخروج خاص باليد؟ لا، الخروج يشمل الاعتقاد. إذا اعتقد بقلبه أنه ما تجب طاعة ولي أمر المسلمين، هذا خروج، هذا خارج بفكره وقلبه. وإذا تكلم فهذا خارج بقوله، وإذا فعل فهذا خارج بفعله. فالخروج يتنوع منه خروج فكري وهو ما يكون في الأفكار، وخروج قولي وهو الكلام في ولاة أمور المسلمين والطعن فيهم وإظهار معائبهم أمام الناس، هذا خروج قولي، وخروج فعلي وهو حمل السلاح والتخريب. نعم.